جديد معنا دكتور محمود الشيخ وهو أخصائي جهاز هضمي ومناظير والحديث عن قرحة المعدة وهل من الممكن الشفاء تماما من القرحة. أهلا وسهلا دكتور, صباح الخير. أهلا بك, صباح الخير. شكرا, شرفنا. أهلا وسهلا, الله يخليك. شكرا دكتور. كثير يعني بينحكى عن قرحة المعدة وأحيانا بجوز تتداخل الأفكار مع بعض إنه هاي قرحة ولا مش قرحة, في ألام دائما بتصيب الأشخاص بشكل عام في المعدة, فإيش هي القرحة تحديدا؟ القرحة, أولا صباح الخير وشكرا على الاستضافة. صباح الفل. قرحة الجهاز الهضمي هي وجود جرح في بطانة الجهاز الهضمي. إذا بنتكلم عن القرحة في المعدة أو في الاثنى عشر فهي أكثر أسباب القرح أو أماكن القرح في الجهاز الهضمي. نعم. طبعا لها أسباب جدا كثيرة ولها أعراض جدا كثيرة يطول الحديث عنها, وأعراضها متفاوتة وقد تتداخل مع أمراض كثيرة جدا, لذلك التشخيص واجب. نعم. طب دكتور, امتى يتوجه الشخص الى الطبيب؟ اذا كانت الاعراض مطوله او كانت الاعراض احنا مزعجه جدا للمريض او لم تستجب على العلاجات البسيطه اللي ممكن ياخذها الانسان لالام المعده المتكرره, او كان في اعراض لعلامات النزف من الجهاز الهضمي سواء التقيؤ المتكرر او التقيؤ باللون البني أو التبرز الدموي, في هذه الحالات يجب التوجه للطبيب بالسرعة الممكنة. نعم. نعم. أسباب حقيقة قرحة المعدة متعددة, ولكن أكثر من 90% من الحالات لها سببين. السبب الأول اللي هو التهاب البكتيري الناتج عن الجرثومة الحلزونية أو جرثومة المعدة, والسبب الآخر استخدام المسكنات بشكل غير طبيعي أو بشكل متكرر, مسكنات الآلام مخفضات الحرارة مثل البروفين والديكلوفيناك والأسبرين بشكل متكرر. بعض الحالات النادرة جدا يكون السبب فرط إفراز عصارة الجهاز الهضمي وخصوصا عصارة المعدة في أمراض محددة, لذلك التشخيص أعتقد لازم يكون عن طريق زيارة أو بعد زيارة طبيب مختص بموضوع القرح والجهاز الهضمي. نعم. دكتور, ذكرت حضرتك مجموعة من الأعراض اللي قد تكون يعني في مراحل متقدمة, التقيؤ المستمر أو كثير من الأعراض اللي شكلها شوي يعني هيك يعني مرعب ثقيل. نعم. في أعراض أخف ممكن أنه تصيب طبعاً وتنبه طبعاً الشخص أنه هاي قرحة؟ إحنا هذا الكلام للمراحل المتقدمة. نعم. ولكن في الأعراض العامة اللي هي ألام أعلى البطن, شعور وجود الحرقة أعلى البطن ما بين القفص الصدري والسرة البطنية, شعور الغثيان, الشبع المبكر, الألام التي تزيد أو تخف عند تناول الطعام. وهناك فرق ما بين قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر, فالمعروف أن قرحة الاثنى عشر تخف الألام عند تناول الطعام. نعم. عكس قرحة المعدة المصاب المريض المصاب فيها يتفادى تناول الطعام لأنه تناول الطعام بيزيد مشكلته وبيزيد ألامه. نعم. نعم. طب دكتور, إيش الأمراض اللي ممكن تتدخل فيها هاي الأعراض؟ هل يعني كل هاي الأعراض أو بعضها لما يصيب الشخص هي بالتأكيد قرحة ولا ممكن يكون إشي ثاني؟ أكيد. غير قرحة الاثنى عشر؟ نعم أكيد, إحنا ألام أعلى البطن يعني لها أسباب جدا واسعة وجدا شديدة ومتعددة. أخذ التاريخ المرضي من المريض والأسئلة المباشرة للمريض. نعم. والفحص السريري للمريض يمكن أن يعطيني تشخيص مبدئي عن وجود قرحة من عدمه, لأنه في أسباب أخرى متعددة مثل التهاب البنكرياس, التهاب المرارة, التهاب بالقنوات الصفراوية, حتى التهاب جدار البطن وعضلات البطن ممكن تعطي أعراض مشابهة لوجود قرحة المعدة. لذلك ينصح أي إنسان عنده ألام متكررة غير مستجيب للعلاجات البسيطة. نعم. للمعدة أنه يتوجه للطبيب المختص. نعم نعم, جميل جدا. طيب دكتور, شو في عوامل ممكن أنها تزيد من القرحة إذا كانت موجودة, أو ممكن أنها تؤدي للقرحة إذا كان في استعداد, يعني التدخين, الكحول طبعاً, القهوة طبعاً, التوتر طبعاً. هي إجمالا العادات الغذائية السيئة من الجوع الشديد, الشبع الشديد,
تناول وجبة واحدة من الطعام وخصوصا مساء. نعم. الاعتماد على الأكل السريع، على الوجبات السريعة، إكثار التدخين، الكحول. نعم. كل الأسباب هاي قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل المعدة والإثنى عشر والتقرحات مع مضاعفاتها. نعم. نعم. القهوة تحديدا دكتور ممكن تسبب قرحة لحالها؟ نعم، مثبت علميا أنه النيكوتين والكافيين بيزيد من أعراض القرح والالتهابات في الجهاز الهضمي العلوي. نعم. نعم. طب دكتور بالنسبة للتشخيص كيف بيتم التشخيص؟ التشخيص هو فقط سريري ولا في اختبارات؟ التشخيص في معظم الحالات بعد أخذ السيرة المرضية الجيدة والفحص السريري الجيد نقوم ببعض الإجراءات الفحوصات البسيطة مثل فحص الجرثومة الحلزونية، وإن كانت موجودة يعطى العلاج مباشرة بدون أي تداخل، بمعنى ما في داعي للمرضى اللي بتحسنوا على العلاجات إننا نعمل لهم إجراءات مثل تنظير المعدة أو تنظير الاثنى عشر، ولكن المرضى اللي عندهم حالات متقدمة عندهم علامات وجود قرح شديدة مثل الاستفراغ المتكرر وفقدان الوزن والاستفراغ الدموي، هذا المرضى بيحتاجوا أكيد إلى إجراء تنظير علوي للجهاز الهضمي لغايات التشخيص والعلاج الصحيح. نعم. طب دكتور نحن بلشنا الفقرة بالعنوان التالي قرحة المعدة، وهل يمكن الشفاء من القرحة نهائيا؟ ففعليا هل يمكن الشفاء من قرحة المعدة نهائيا؟ طبعا قرحة المعدة إن عولج السبب شفيت أكيد. ولكن قرحة المعدة تمتاز بحاجتها للمتابعة، بمعنى بعد أخذ العلاج والتحسن يجب زيارة الطبيب بعد 6 إلى 8 أسابيع للتأكد من شفاء قرحة المعدة. نعم. خصوصا بس هون الفكرة أنه السبب لازم يزول، يعني إذا واحد مثلا نعم. سبب القرحة نظام غذائي سيء مثلا، نعم هو زبط أكله شوي خفت القرحة بعد شوي راحت تختفي الأعراض، رجع نظام غذائي سيء رح ترجع حلو، هو ما في إنه حل، يعني هي مش رح تختفي نهائيا إلا إذا اختفى السبب اللي مسبب طبعاً لهذا الشيء. طبعا إذا اختفت المسبب الرئيسي الجرثومة الحلزونية اختفت القرحة، إذا تم الابتعاد عن المسكنات الاستروديه أو نان استروديه اختفت القرحة. نعم. إذا تم تخفيف التدخين والكحول اختفت القرحة مع العلاج الصحيح. نعم. حلو، بس مش الفكرة أنه الشخص يفكر أنه أنا رح أعالج القرحة رح أضلني أعمل الإشي اللي بسبب رح أرجع للإشي اللي بسببها، أكيد رح ترجع الكرة مرة أخرى. نعم. حلو. طب شو الأثار السيئة ممكن دكتور اللي ممكن تصير على الجهاز الهضمي وعلى الإنسان بشكل عام إذا كان عم يعني في قرحة ومستمرة؟ إيش بتضر؟ يعني هي الأعراض، لا يكفي الأعراض، الألم المتواصل الشديد في البطن يؤدي إلى تدهور نوعية الحياة عند الإنسان، واحد. واثنين ممكن يدخلنا بمضاعفات شديدة من النزف الذي قد يهدد الحياة ودخول العناية المركزة وفقدان الدم، الثقب في الأمعاء إذا كانت القرحة جدا عميقة، وهذا قد يهدد الحياة، مكوث في المستشفى لأسابيع ومشاكل طبية عظيمة. نعم. نعم. فممكن تكون الموضوع جدا بسيط، قرحة بسيطة تعالج ببعض حبات الدواء، لا إذا أهملت تؤدي لمشاكل طبية متفاقمة قد تهدد الحياة. نعم. طب دكتور هي إيش بصير في المعدة، اهتراء ولا بصير في ثقب في مراحل متقدمة؟ هو بداية يفقد الغشاء المخاطي اللي بيحمي المعدة من العصارة الهاضمة اللي موجودة أوريدي في المعدة، وبالتالي العصارة هاي بتصير تدخل في جدار المعدة وتصير تؤدي لجروح أعمق وأعمق، وإذا أهملت هذه الجروح ممكن تخترق حتى جدار المعدة أو الاثنى عشر كامل. نعم. نعم. جميل جدا دكتور محمود، بدي أتشكر حضرتك حبيبي، معلومات هامة جدا، أتمنى السلامة دائما شكراً للجميع. شكرا للإستضافة. شكرا. أهلا وسهلا، شرفنا دكتور. أهلا وسهلا فيك. إذا مكملين فقراتنا في دنيا ودنيا، خليكم معنا، مجموعة من التمارين الرياضية لحتى ننشطكم ونحفزكم مع كوتش راشد وكوتش محمد. مرحبا، معكم كوتش راشد العموش وكوتش محمد شافعي من هايف جيم. اليوم راح نعمل اكسرسايز للبوش ماسلز. راح نعمل اول اشي وارم اب عشان نرفع حرارة جسمنا، راح نعمل ني اب نفس المكان. ريدي كوتش؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نعمل شولدر رول للخلف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. للأمام، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نبلش بأول اكسرسايز للشولدرز.
راح ناخذ الدامبلز، راح نعمل شولدر بريس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نعمل اكسرسايز، الاكسرسايز الثاني لاترال ريز، راح يكون ايدي جنبي في الكوع، في انحناء بالكوع، راح اطلع جنبي 1 2 3 4 5 6. هيك بنكون خلصنا الشولدر، راح نبلش بالترايسبس. تمام، راح نلعب ناخذ دامبلز وحده، راح نبلش باول اكسرسايز اللي هو 1 arm overhead extension 1 2. بدي احافظ على استقامة كوعي 3 4 5 6. سويتش كوت 1 2 3 4 5 6. اوكي تمام، راح نعمل الاكسرسايز الثاني، راح يكون ديبس على البولي بوكس. اوكي ريدي كوتش، يلا حيكون اكواعي وراي، كل ما بدك تصعبها راح نقدم الجرين اكثر، بس احنا بدنا نعملها تقريبا جري بالوسط. راح انزل ديبس 1 2 3 4 5 6. اوكي كوتش، هيك بنكون خلصنا تمارين الترايسبس، راح نفوت بالاكسرسايز للتشست. اوكي راح نلعب تشست بريس بالدامبلز، اول شيء على المات اقعد، بخلي ايدي موازيات للصدر، كواعي لجوه شوي عشان ما يصير في لود على مفصل الكتف، بطلع بوش 1 2 3 4 5 6. اوكي كوتش، راح نلعب التمرين اللي بعده، حيكون بوش اب، ايدي للامام بمستوى صدري. اوكي الكور مشدود، يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي كوتش، هيك بنكون خلصنا الاكسرسايز للبوش ماسلز، حنعمل ستريتش. يلا راح نبلش اول اشي تشست اب كوتش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حنعمل للشولدر ستريتش، ايدي عند كوعي بشدها. اوكي تمام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سويتش كوتش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نعمل ستريتش للترايسبس، ايدي وراي، راح اسحب ادفع كوعي للداخل عشان نعمل ستريتش، بحس بالعضلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سويتش كوتش، ايد الثانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نعمل ستريتش برضو للريست. اوكي دي بهذا الشكل، بضغط للداخل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سويتش 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 اوكي كوتش، حنعمل ستريتش الكوايدر سيبس، حساب اجري للخلف، بعمل توازن بايدي هيك عشان يصير فيه بنعمل بالانس، بثبت فوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سويتش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حنعمل ستريتش برضو للهامسترينج، راح انزل اني عندي مشدوده، بنزل بلمس الارض، هولد كوتش 1 2 3 4 5 6 الاجر اليمين 1 2 3 4 5 6 سويتش 1 2 3 4 5 6 وهيك بنكون خلصنا حلقتنا لليوم، ورح نرجع لفقرات دنيا يا دنيا. إذن مكملين معكم بفقراتنا وإلى دنيا التغذية، وهلا موجودة معنا الدكتورة ربا مشربش لحتى تحكي لنا أكثر عن لما نترك الدخان وكيف نقدر نتخلص من النيكوتين بعادات صحية جديدة ممكن ندخلها على حياتنا. صباح الخير. صباح الخير ليلاك. أهلا وسهلا. تمام، جبت لنا كثير أشياء، أشياء كثير صحية لازم تكون موجودة، فبنقدر هلا نترك الدخان بكل سهولة. طيب. هلا عادة المشكلة بترك الدخان إنه بتعرفي إنه الشخص بيكون بتسلى يعني بنصح حاله، يعني في كثير ناس من المدخنين ما بياكلوا، طبعا هذا مش إشي صحي لأنه كمان بالآخر إنه الشخص ما بياخد كل احتياجاته، وبتلاقيهم دخان وقهوة دخان وقهوة طول الوقت. فمعظم الناس اللي بينجحوا إنهم يتركوا الدخان ويتخلصوا منه ثلاث خطوات أساسية ومهمة جدا. أول إشي بده يكون ماخذ القرار الداخلي، لأنه إذا بحاول يترك الدخان من غير ما هو مش 100% ما بتحسي رح ياخذ قرار صح أو يقدر يكمل فيه. تاني إشي التغذية لها دور كتير كبير، لأنه إحنا الشخص اللي بيلتهي بالدخان بدنا نحاول نلهيه بشيء ثاني ما يلتهي بوجبات، لانه هي مش بس ادمان، هي عاده كمان. طبعا ادمان وعاده طبعا. وثالث نقطه كثير مهمه ممارسه الرياضه، وما ننسى انه في كثير عندنا مراكز للاقلاع على التدخين بالاردن موجوده مجانا لكثير من الناس اللي بيقرروا انهم يعني يتركوا الدخان. نعم. طيب هلا يعني يمكن ربع حطيت ايدك على الوجع، في اشخاص ما بياكلوا بالمره وهم عم بدخنوا وبس يقرروا انهم يقطعوا الدخان بصير شغلتهم انهم يتسلوا ويضلوا ياكلوا اكل كمان وسكريات تحديدا. فتحكي لنا اليوم ايش في بدائل ممكن نعملها وطرق تسهل علينا الاقلاع عن الدخان والتخلص من النيكوتين. اوكي، هلا قبل ما نبدا بالاطعمه بس في شغله كثير مهمه، انه ما نعمل إشي واحنا عم ناكل. يعني مثلا معظم الناس بيحكوا بالتليفون وبياكلوا، بكونوا بيحضروا تلفزيون وبياكلوا، هون الواحد ما بيقدر يسيطر على الكميه اللي عم بياكلها. بالنسبة للي بيترك الدخان، وأغلب المدخنين كتير في منهم ما بيفطروا، بيقعدوا فترات طويلة بدون أكل، فهون بدنا نبدأ إحنا نجهز أكلاتنا اللي بدنا ناخدهم على الشغل، عشان بيصير الدخان كانت عبارة عن تسلاي فبده يعبي معدته عشان ما يتسلى. وممكن ناخد كمان إشي كتير بيساعد، العلكة الخالية من السكر، هاي ممكن تلهي الشخص وتخليه إنه شوي يبعد عن الدخان، يتشتت عن الدخان. بالضبط، هاي ممكن تساعده. هلا من أهم السناكس اللي ممكن ندخلها إذا بالليل قاعدين، تعرفي معظم الناس المدخنين بالليل بعدوا بعد يوم طويل بيصير يدخن ويشرب مثلا قهوه او غيرها والى اخره. بالضبط. فاحنا من الاشياء اللي كثير مهم نتسلى فيها او خيارات صحيه عندنا البشار وعندنا الترمس. الترمس يعتبر من السناكس المهمه جدا، مشبع جدا، عالي جدا بالالياف، فيه نشويات، فيه نسبه بسيطه من البروتين ولكن مشبع جدا. فممكن نحدد كميه، بس ما ننسى انها هاي نشويات، فبدنا نحط كميه معينه بصحن معين ونقول هاي اللي ممكن انا اتسلى فيها. يعني هاي لشخص واحد ممتازة. ممتازة. كمية كافية لشخص. ومشبعة يعني. عندنا البشار كمان، هاي الكمية لشخص تقريبا هدول ثلاث أكواب مشبعة، بتسلي بتخلي الشخص إنه ما بده ينقرش على أشياء تانية. تمام؟ في عندنا كمان ما نربط الأشياء أو العادات اللي كانت تربطنا بالدخان، يعني معظم المدخنين في قهوة.
فإحنا بدل القهوة خلينا نستخدم أعشاب. وفي أعشاب كتير بتخفف الشهوة الأكل زي القرفة، مشروب القرفة يعتبر المشروبات الرائعة جدا. أوكي. فممكن مشروب القرفة، وممكن نصير نشرب زهورات، هذا شاي أخضر، ينسون، هدول كتير بيروقوا، بيساعدوا، بيعملوا ترطيب للجسم. وعشان كمان لأنه معظم اللي بيدخنوا بيشربوا قهوة، فبنحاول نخفف من كميات القهوة. وممكن نبدأ فيها قبل ما يعني إحنا أخذنا القرار إنه نترك، نبدأ نخفف شوي شوي كميات القهوة ونبدلها بمشروبات تانية. أوكي. تمام. في عنا الأشياء اللي كتير مهم نأخذها معنا على الشغل أو نأكلها خلال النهار، الفواكه. أوكي. والأشياء اللي بتنقرش مثلا احنا التفاح، الكرفس، الجزر كمان من الخضار الرائعة جدا، واللي ممكن نقطعه ونستخدمه كسناك ونعمل دب، يا من لبن ولبنة يا نحط خضرة مع جبنة. أوكي. منها بتعبي المعدة، ومنها يعني ممكن نقطعها على شكل سناكس. يعني احنا خاصة بالواحد بده ينقرش، فممكن يقطع يحط دب مع لبنة، يحط خيار، جزر، فليفلة، قطع جبنة. وهي العادات ربما بتساعدنا اكثر، يعني بتخلينا نتسلى واحنا عم يعني فعليا بالزبط. موضوع تسلاي وانت عم تاكلي بيكون اكثر من انك تمسكي حبه التفاحه وتاكليها هيك. بالضبط. لما انت تقطعيها وترتبيها بالصحن وتكون الكميه موجوده. تمام. وكثير مهم انه نركز انه نقسم وجباتنا. يعني معظم اللي بيترك الدخان انا بفضل انه يبدو نظام غذائي، لانه بتكون عادات الاكل شوي ملخبطه، فيعرف ايش بده ياخذ الصبح، ايش بده ياخذ معه الشغل، شو بده يتغدى. لانه بما انه كانت تلهيهم السيجاره او الدخان، فممكن انه لما يتركوا الدخان يصيروا بدهم ياكلوا اشياء ثانيه، وممكن يؤدي لزياده كبيره في الوزن. فمش انه الدخان هو اللي عم بينحفهم، هي الفكره انه العادات الغذائيه اللي بتصير سيئه بعد ما يتركوا الدخان، ويصيروا يتناولوا وجبات عاليه بالدسم وال يعني عاليه جدا بالدهون، هي اللي بتؤدي لزياده في الوزن. نعم. تمام. وفي عندنا كمان الاشياء اللي بتعطي نقرشه ولذيذه، كمان في عندنا الفليفله الحلوه كمان مفيده، والجزر والخيار. هدول من السناكس اللي ممكن ناخذهم على المكتب، وممكن نخليهم مثلا اذا احنا قاعدين بالليل بدنا نقرش او كذا. على القليله ايش ما اكلنا، يعني حبه الخيار يا دوب توصل 5 الى 10 كالوري يا دوب. فاحنا هدول السناكس سحبنا ما راح ياثر علينا او ناخذ كالوريز كثير. صحيح. صحيح. طيب ربا، للاشخاص يعني اللي بقرب انهم عم بقلعوا عن الدخان وبيقولوا معلش ما انا هلا المهم اني عم بخلص من عاده غير صحيه وعاده سيئه اللي هي التدخين، معلش اذا كسبت وزن شوي، معلش اذا اكلت سكريات، معلش ما انا عم بترك عاده وعم بدخل بشيء جديد. فاليوم ايش بتحكي لهم، ايش بتوجيهم؟ لانه كمان السكر مضر جدا بجسم. طبعا طبعا. هلا ما في ناس بخافوا يتركوا الدخان كمان لانهم خايفين ينصحوا، بس بدنا نعرف انه في كتير دراسات اشارت انه الدخان خاصه مع العمر هو من اهم اسباب له علاقه كمان بالدهون في منطقه البطن. فيعني حتى لو ما ضرنا بزياده الوزن هلا اكيد رح يضرنا لبعدين، وبنعرف تاثيره كبير على شرايين الدم والاوعيه الدمويه وغيرها. وغير انه الدخان بكون ربطه، يعني كثير في ناس ترتبط حياتهم بالدخان لدرجه انه ممكن في اشياء ما يعملوها عشان دخان، ما يتعالج عشان دخان، ما يعني عرفتي، فبيغير على كل حياته. فبالعكس عشان هيك عم نحكي انه لما الشخص بده يقرر يترك الدخان كثير مهم يستشير اخصائي تغذيه او يفكر شو النظام الغذائي، لانه شيء طبيعي، شيء كان يلتهي فيه بده يحاول يلاقي البديل. والعلكه كثير بتساعد على فكره انه الشخص انه خلص تمه ملهي. كمان كثير مهم انه ندخل نشاطات صحيه، يعني نبدا نطلع نمشي برا، ممكن اذا ما بدينا رياضه نبدا نعمل نشاط بدني معين، نشاطات مع العيله، رياضات جماعيه مثلا باسكت، كره قدم، يعني نعمل رياضات مع مجموعه من الناس بتساعدنا، ونبعد عن الناس اللي بيربطونا بالدخان، يعني بذكرونا بالدخان او الاعداد او الجمعات. يعني في ناس مثلا بيطلعوا عشان يدخنوا او هيك، فممكن اولها عشان يقدر نقوي ارادتهم شوي نلاقي اصدقاء ثانيين مثلا او اشخاص ثانيين. نعم. وكمان يعني هاي اليوم يمكن نوجه رساله للاشخاص اللي بشوفوا انه في حد اقلع عن الدخان، فيش داعي تضلك تذكر انه دخن. حابين انكم تساعدوا هدول الاشخاص اللي كان في عندهم اراده بانهم احنا كمان عنه. بدنا ننبه كمان احنا نسبه المدخنين عندنا بالاردن عاليه جدا للاسف، وللاسف عند الصغار السن. يعني احنا كمان الدخان ضررها عم بتكون موضه للاسف، زي الدخان الثاني البديل اللي عم هلا بيكون منتشر كمان.
وهذا ضرر على الأطفال عم بيكون من أعمار كتير صغيرة عم بينجذبوا للألوان والأشكال وبتلاقيهم عم بياخدوا كميات كتير كبيرة. فإحنا عنا نسبة عالية جدا وإذا بدوا بعمر كتير صغير كمان قد التأثيرات السلبية رح تكون من عمر كتير صغير. أكيد ربا صلحيني هون يمكن في معلومة مش عارفة إذا صح أو خطأ, بزمان بحكوا الشخص بس يترك وهو عم بدخن ويمكن حتى من خبرات أشخاص بعرفهم بيقول لك أنا مش طايق الأكل ما عم بحب الأكل طعمه مش زاكي بس يترك الدخان بصير سنهم ضرسهم طيب. فايش هون العلاقه بهذا الموضوع؟ صحيح لانه اللي بدخن زي القهوه يعني الناس اللي بيشربوا كمان كميات كبيره من القهوه بيحسوا انه شهيتهم قلت على الاكل, مش هذا مش إشي ايجابي كمان لانه معظم المدخنين كمان احتياجاتهم اليوميه ما عم بياخذوها. مثلا هم بحاجه لكميات اعلى من فيتامين سي لانه الدخان وكميات الكبيره اللي عم تدخل لجسمهم عم بتدخل اجسام ضاره وبدهم مواد مضاده للاكسده, فحتى كميات الفواكه الاساسيه اللي بتعطي فيتامين سي ما عم بياخذوها. كميات كبيرة من الخضار والوجبات الأساسية ممكن يكون على وجبة واحدة في اليوم, ففي له مضار كتير كبيرة واحتياجات الجسم من الأغذية الأساسية مش موجودة. فهي الواحد بيكون بده تنظيم للوجبات إيش بده ياخد معه إيش بده يرتب معه عشان يقدر إنه إذا بده يقلع عن إن شاء الله يقلع عن التدخين إنه يكون بطريقة صحية ويقدر يتغلب على المشاكل اللي بيرافقها. فإذا أخذنا قرار بإنه إحنا نقطع عادة سيئة ما نرافقها بعادات سيئة تانية إنه ممكن يأثر علينا, لا نمارس مع رياضة ناكل أكل صحي وهذا الإشي ونشرب مي أكتر نشرب مي وبديل القهوة ونستخدم أعشاب, في كتير أعشاب مفيدة جدا بتروق. في ناس بيقولوا على القهوة الديكاف, هل بتنصحي أو لا؟ ممكن بس هي المشكلة إنه معظم المدخنين بيشربوا كميات كبيرة من القهوة فهي نفس العادة. أوكي. فمش إنه نمتنع عن القهوة بس مثلا إذا أنا متعودة أشرب فنجان قهوة الصبح ممكن أبدلها بمشروب أعشاب أو بالشغل مثلا إذا ما بقدر أستغني عن فنجان قهوة الصبح ممكن خلال النهار أستبدلها بأعشاب تانية رح تعطيني مي وسوائل ومواد مضادة للأكسدة ولكن ما تذكرني بالدخان. شكرا لك ربا, شكرا على كل النصائح اللي قدمتي لنا إياها. أهلا فيكي. إذا إحنا مكملين معكم بقية فقراتنا وبعد الفاصل رح نكون مع عبود وآخر أخبار الفلك والأبراج, خليكم معنا.